أسعد الله أوقاتكم أحبائي التلاميذ أهالي الطلاب الكرام. معكم المعلمة جوانا محمد مديرية تربية دمشق لأقدم لكم درسا للصف الثاني الأساسي في مادة العلوم. هيا بنا. في هذا الدرس يتوقع من التلميذ في نهاية الحصة الدرسية أن يكون قادرا على أن أولا يعدد أصناف الأغذية المتنوعة، ثانيا يستنتج فوائد الغذاء المنوع للجسم، ثالثا ينسب كل صنف إلى زمرته المناسبة، رابعا يشكل وجبة متكاملة صحية. في البداية أحبائي التلاميذ، ما رأيكم أن نقوم بتذكير المعلومات السابقة التي أخذناها في الدروس السابقة لربطها بهذا الدرس؟ أخذنا معلومة هي العقل السليم في الجسم السليم. كيف نحصل على عقل وجسم سليمين كما تعلمناها؟ نعم، باتباع القواعد الصحية المتنوعة. من هذه القواعد تناقش التلاميذ واستنتجوا هي المحافظة على النظافة الشخصية بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون، والعناية بالأسنان بالفرشاة والمعجون، أيضا الحفاظ على نظافة الطعام الذي نتناوله من الخضار والفواكه وغسلها جيدا بالماء أيضا تعلمنا في الدرس الثاني مصادر الأغذية، وهي مصدرين، مصدر نباتي ومصدر حيواني. الخبز استنتجنا أنه نحصل عليه من من القمح، هو مصدر نباتي. أيضا الحليب ومشتقاته نحصل عليه من الأبقار والأغنام. إذن لدينا مصدرين، هما مصدر نباتي ومصدر حيواني. الحمد لله على هذه النعم الكثيرة، بالشكر تدوم النعم، فنشكر الله دوما وأبدا. الآن سوف أقص عليكم موقف صغير حصل مع هذه العائلة. جلست العائلة تتناول طعام الغداء، فلاحظت الأم أن ابنتها مروة لا تتناول إلا صنفا واحدا، وهو ما هو؟ تحب مروة البطاطا، لكن الطاولة تحتوي على مجموعة متنوعة من الأصناف، لاحظوا معي، وهي أصرت على تناول البطاطا فقط. فسألتها أمها عن السبب فقالت أنا أحب البطاطا المقلية، لكن الأم والأب حاولوا إقناع مروة بتناول أصناف متنوعة لكنها أصرت على البطاطا المقلية. فاقترحت عليها الأم أن تتابع الدرس للصف الثاني الأساسي وهو غذاء المتنوع، لتتعرف على الفوائد فوائد تناول الغذاء المتنوع. وسنلتقي بمروة في آخر الدرس لنتعرف هل غيرت رأيها أم لا. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم غذائي المتنوع. سوف نبدأ بالكلمات المفتاحية لهذا الدرس التي سوف تمر معنا كثيرا. الكلمات المفتاحية: الحبوب، أيضا الأصناف الغذائية. صديقنا سامر لديه سؤال، هل أنتم جاهزون لتتفاعلوا مع سامر وتجيبون على سؤاله؟ نعم. سامر يسأل: إلى ماذا تحتاج السيارة حتى تمشي؟ إلى ماذا يا أبطال؟ نعم، تحتاج إلى الوقود حتى تمشي. السؤال الثاني: إلى ماذا يحتاج جسمنا حتى يكبر وينمو؟ إلى ماذا يا أبطال؟ نعم، يحتاج إلى الماء، ويحتاج إلى الطعام المنوع، ويحتاج إلى الهواء. كل هذه أشياء ضرورية. اليوم سوف نتعرف على فوائد الغذاء المتنوع
لأنكم أنتم في مرحلة النمو وتحتاجون إلى أصناف متعددة من الأغذية حتى تقوى أجسامنا ونذهب إلى المدرسة. كم اشتقنا للعودة إلى المدرسة، وأنا اشتقت إليكم كثيرا. أنعم النظر في هذا الطبق المنوع. لاحظوا معي هذا الطبق اللذيذ والشهي، هو مقسم إلى 1 2 3 4 5 إلى 5 أقسام. هل هذه الأقسام متساوية؟ نعم، هذه ليست متساوية. سوف نتعرف لماذا هذه الأقسام غير متساوية. دار هذا الحوار بين سامر ومجموعة من أصدقائنا في الصف الثاني. لنشاهد السؤال في جعبة سامر. ما هي محتويات القسم الأكبر من الصحن؟ من سيجيب عن هذا السؤال؟ هذا المتبرع من الصف الثاني ذهب إلى مجموعته وتحاوروا وتناقشوا ليعطونا الإجابة. حسناً، أجاب حسناً، لنفكر معاً في الإجابة. تواصلوا وتناقشوا وأعطونا الإجابة من قبل رئيس المجموعة. ماذا كانت الإجابة؟ محتويات القسم الأول من الصحن. أولاً الخبز والكعك، كما أخذناه في الدرس السابق. من أين نحصل على الخبز؟ أحسنتم، من الحبوب. وهذا الشكل الآخر، إذن الخبز والكعك. أحسنتم يا أبطال. يحتوي الصحن أيضاً البطاطا المقلية، وأيضاً محتويات الصحن المعكرونة المطبوخة، المعكرونة بكافة أشكالها، وهي أيضاً مصدرها من الحبوب والقمح. أيضاً لنكمل عد محتويات الصحن، الأرز، هذا طبق الأرز، وهذه الفول، أيضاً العدس بأنواعه، والبرغل. ما هذا؟ من يخبرني؟ الفاصوليا. أحسنتم، كل هذه المجموعة تسمى الحبوب. احفظوا هذه الكلمة، هذه تسمى الحبوب. أحسنتم يا أبطال، شكرا على المساعدة. سامر سيطرح سؤالا آخر، هل أنتم جاهزون؟ نعم. ما هي محتويات القسم الثاني من الصحن؟ ستجيب المجموعة الثانية على هذا السؤال. لنتعاون ونكتشف الإجابة. تعاون الأصدقاء في الصف وأعطوني الإجابة. القسم الثاني، لاحظوا معي هذا القسم، إنه أكبر الأقسام. لماذا هو أكبر الأقسام يا ترى؟ لماذا؟ كلما كبر القسم كلما زادت فائدته للجسم. سوف نقوم بتعداد محتويات القسم الثاني بالتفصيل. تابعوا معي. ما هذا؟ العنب والتفاح الأحمر والأخضر والموز. ما هذا؟ الأناناس. أيضا نسمي هذه المجموعة، وهناك أصناف متعددة أخرى لم تذكر في هذا الصحن، نسميها الفواكه. الفاكهة، ماذا تفيدنا الفاكهة؟ أنا أحب الفاكهة، وأنتم؟ نعم، الفاكهة غنية بالفيتامينات، وهي تقوي أجسامنا وتحمينا من الأمراض. أكثروا من تناول الفاكهة. لنتابع تسمية محتويات القسم الثاني. هيا يا أبطال، ما هذا؟ باذنجان والبندورة اللذيذة والخيار الشهي، أيضا البروكلي، وهو غني بالمعادن جدا. الخس. ما هذا؟ الجزر. الفليفلة بأنواعها الحمراء والصفراء والخضراء. الفطر. أيضا البصل.
ماذا أيضا؟ الليمون الذي يقينا من الأمراض ويقوي مناعتنا. هذا الخس البري. هذه المجموعة ماذا تسمى يا أبطال؟ من يخبرني؟ إنها الخضار، وهي غنية بالمعادن أيضا وبالحديد وبالمغنيسيوم، وهي مفيدة جدا لنا. الآن عرفت يا معلمة لماذا أمي تصر على تناول الخضار والفواكه، لأنها ذات فائدة كبيرة لجسمنا. أحسنتم يا أبطال. إجابة في التعاون قوة. ماذا بجعبة صديقنا سامر؟ هيا لنشاهد. لديه سؤال. أبين سبب كوني القسم الرابع هو أصغر الأقسام. لنعود إلى الصحن. لماذا يعتبر القسم الرابع هو أصغر الأقسام؟ ماذا أجابه؟ لنتعاون ونكتشف الإجابة. هيا معا لنعود إلى الصحن المقسم. هذا هو القسم الرابع من الصحن. ماذا يحتوي يا ترى؟ ماذا يحتوي؟ لنقوم بتسميد محتوياته. السميري والحلويات التي يحبها كل الأطفال، والشوكولا أيضا. ما هذا؟ الزبدة والسكاكر والمصاص أيضا. رقائق البطاطا والزيت. هذه المجموعة، ما الذي يجمع هذه المجموعة وقد وضعوها في الصحن بشكل صغير؟ كل الأطفال يحبون الحلويات، لكن يجب علينا ألا نكثر من تناول الحلويات. هي ضرورية للجسم لكن بكميات قليلة، خير الأمور أوسطها، لأن الإكثار منها يسبب البدانة ويسبب تراكم الدهون في الجسم ويعيق النمو. أيضا نسيت معلومة، إن الإكثار من تناول الحلويات يضر الأسنان ويصيبنا التهاب اللثة، لذلك لا تكثروا من تناول الحلويات. لنقوم بعد محتويات القسم الثالث. ما هذه المجموعة؟ من يخبرني؟ من البطل الذي سيخبرني؟ هي الحليب ومشتقاته، الجبنة واللبنة. هذه مجموعة الألبان أيضا، اللبنة اللذيذة والجبنة بأنواعها المختلفة. هي مفيدة وتدعم جسمنا بالكالسيوم وتقوي عظامنا حتى نكبر ونصبح أبطالا. شكرا لكم على المساعدة. القسم الرابع من الصحن. ما هذا؟ الدجاج الذي نقوم بطبخه وفائدته كبيرة، واللحم واللحوم ومشتقاتها أيضا، والبيض. هذه المجموعة ماذا تقدم لجسمنا من فائدة؟ تعطينا البروتينات وتقوي العضلات حتى تصبحوا أبطالا. شكرا لكم على المساعدة. ماذا ستخبرنا المعلمة هنا؟ ماذا؟ استنتجنا بعد هذا الحوار والعمل الجماعي، يحتاج الجسم إلى أصناف عديدة من الأغذية وبكميات مختلفة. لاحظنا أقسام الصحن ليست متساوية. البقوليات هي ذاتها الحبوب، الحبوب البقوليات هي نفس الزمرة. الخضار والفواكه، الزيوت والبيض واللحوم والحلويات. احفظوا هذه المعلومات جيدا. صديقنا سامر سوف يقدم لكم هذا الفيديو. قام بتحضير وجبة غذائية، لكن هذه الوجبة تحتاج حتى تكتمل إلى مجموعة من الأصناف. لنتابع معا هذا الفيديو. أنا الغذاء الأساسي وطعام كل الناس. أنا الخبز.
أنا الحليب، أنا الذي أقوي العظام. أنا بروتين المائدة، بعضهم يحبني مسلوقة وبعضهم يفضلني مقلية. أنا البيض، أنا من منتجات الألبان ولي لونان أبيض وأصفر. أنا الجب، أنا الغذاء الكافي، أنا الدواء الشافي، أنا العسل. إذن سامر قام بتحضير وجبة الفطور، لكن هذه الوجبة ينقصها نوع واحد وصنف واحد. يخبرني ما هذا الصنف حتى تكتمل الوجبة الغذائية. من؟ نعم، هو صنف الخضار والفواكه. نستطيع أن نختار حسب ما تفضلون، الخيار أو البندورة، وأيضا نستطيع أن نتناول الفاكهة معا. أحسنتم يا أبطال، شكرا لكم. هذا الشاب ذهب للتسوق. لنلاحظ ماذا تسوق. دخل إلى القسم الأول من السوبر ماركت، فدخل إلى قسم الحبوب. لاحظوا معي، القسم الأول هو قسم الحبوب والبقوليات، القسم الثاني هو قسم اللحوم والأسماك، أما القسم الثالث هو قسم الخضار والفواكه. أريد منكم أن تتعاونوا مع بعضكم لنصنف ماذا اختار في هذه السلة في جدول جميل كأنتم. النوع الأول هو الخضار والفواكه، سوف نقوم بعد بعض الأنواع. التفاح، أحسنتم، والبرتقال، والموز، هذه أنواع من الفاكهة. أيضا ننتقل إلى الخضار، البندورة والطماطم الشهية، الباذنجان، الملفوف، أيضا الجزر. الخضار تفيد الجهاز الهضمي، وهي تحمينا وتعطينا وتمدنا بالمعادن والفيتامينات، لا تنسوا هذه المعلومة. لننتقل إلى المجموعة الثانية وهي اللحوم. ماذا يوجد في القسم الثاني؟ الدجاج الشهي، أحسنتم، أيضا اللحوم والسمك، أحسنتم يا أبطال. المجموعة الثالثة وهي الحبوب، الفول، الفاصوليا، العدس. هذه المواد قام صديقنا باختيارها. الآن سوف نبدأ الأنشطة، هل أنتم جاهزون؟ نعم. أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة مما يأتي: لحوم، خضار، فواكه، وحبوب. لاحظوا معي هذا الصحن، لاحظوا محتوياته. إلى أي صنف يمكن أن نصنف هذا النوع؟ ما اسمه؟ البقدونس. إنه ينتمي إلى صنف الخضار، أحسنتم، شكرا لكم. هذا أين نصنفه؟ أين؟ نعم، حبوب. الصحن الثاني، لاحظوا محتوياته. ما هذا؟ نعم، الفليفلة، ينتمي إلى صنف الخضار. هذه الحبيبات الصغيرة ماذا تسمى؟
البازيلا تنتمي إلى الحبوب، وهذه ذات لون أحمر اللحوم. شكراً على العمل الجماعي، شكراً لكم يا أبطال. الصحن الثاني، ما هذا؟ هذه القطع تنتمي إلى اللحوم، أحسنتم. وهذا، نعم، الحبوب. وهذا إلى الخضار. الآن صديقتنا مروة بعد أن شاهدت هذا الدرس واستمتعت في معلوماته غيرت رأيها وأحبت أن تتناول أغذية متنوعة، فمارست هوايتها في الرسم لترسم لنا وجبة صحية وغذائية منوعة. لنشاهد مروة ماذا رسمت. دخلت مروة لتمارس هواية الرسم، فأرادت أن تطبق ما تعلمته في الدرس في هذه الرسمة الجميلة. رسمت طبقا من الأرز والبازيلا. ماذا رسمت أيضا مروة؟ ماذا؟ رسمت الدجاج الشهي. ماذا سترسم مروة أيضا؟ ما هذا؟ اختارت من مجموعة الخضار الخيار. أيضا ما هذا؟ البندورة والطماطم الشهية. أرادت مروة أن تأكل قطعة حلوى صغيرة. وأيضا رسمت اللبن. هذه قطعة صغيرة من الحلوى، لأن جسمنا يحتاج إلى الحلويات. هذه المجموعة تسمى وجبة غذائية منوعة متكاملة. شكرا يا مروة على هذه الرسمة الجميلة. أعزائي الطلاب، هل أعجبكم هذا الدرس؟ أرجو أن تطبقوا ما تعلمناه في هذا الدرس في حياتنا اليومية وأن تنوعوا في أغذيتكم. كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في كتابه الكريم، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. انتهت رحلتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في دروس قادمة. أتمنى الصحة والسلامة لكم براعم الصغار، حمى الله سوريا الحبيبة شعبا وجيشا وقائدا. معلمتكم المحبة لكم دوما جمانة محمد. إلى اللقاء.